نروح لماتش الاهلي وكلام عن مباراه الاهلي. عندك حاجه في الزمالك؟ خلاص عشان بس لا نروح لا خلاص، للاهلي. ما عنديش حاجة في الزمالك. طيب عندك ايه في الاهلي؟ مجهزين ايه؟ في الأهلي زي ما قلت لك، اليوم ورا التاني، مباراة ورا التانية، الأهلي بيشرب أكتر وأكتر الفكر الموسيماني وبيلعب الكورة التقليدية بتاعته يا إبراهيم. الفكر الموسيماني آه ده زي العقلية الألمانية. تمام. اتفضل يا فندم، عشان بس كل واحد يبقى عارف التراتبية بتاعت الإيه؟ التراتبية أنا خدت بالي منها بس عملت مش من هنا علشان ما يعني ما علينا. ماشي، خليك راجل صعب المرس و بس بس شكرا بس شكرا شكرا ابراهيم. يلا بينا، يلا 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 حبيبي الحالات بعد اذنك، يلا يلا بينا. الحالات طبعا يا ابراهيم هي نفس الموضوع، عدم التقايد بمراكز، التحركات من غير كوره، الكوره التمرير الكتير، ثم عمل تمريره من اول دقيقه كمان في المباراه، من اول الكوره في رجل الشناوي. الكرة بتمر على لعيبه النادي الاهلي، ولاعيبه النادي الاهلي مصممه ان هي تطلع بالكوره من ورا بصوره مظبوطه، من اول بقى بدر بانون لهاني لحمدي فتحي. بص اقف بقى هنا شباب، عايز الفت نظرك لحاجه. هو واضح ان موسيماني حلف يمين ربنا انه مش هيودي جيرالدو خلاص تاني شمال. ليه؟ بص، مين اللي هيدخل في العمق وهيقوم بالدور رقم 10، ومين اللي هيروح كوينجر ناحيه الشمال؟ كهربا. ومين اللي عمل سويتش معاه؟ قفشه. قفشه، برافو عليك. عايز المشهد ده هيتكرر كتير، انه يتكرر مع جيرالدو انه نبدل؟ ابدا، ما تروحش يا جيرالدو تقفل انطلاقه علي معلول. كرة عمل تمريرات 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 ضيقه، ثم عمل التمريره المفاجاه لمهاجم عظيم لا تخليك ناحيه اليمين ومالكش دعوه بعلي معلول. مظبوط، ولو ينفع ما تبقاش يمين كمان وتيجي جنبي على الدكه والله، بس يعني للاسف نصر ماهر اتصاب. راجل وكيله امبارح قال تصريح. بص كهربا، كهربا في العمق، ومين اللي طلع لبره عند معلول؟ قفشه. الاهلي بتعمل تمريرات، طبعا فرقه المحله كلها ورا الكوره، ادي قفشه اللي راح في الطرف الشمال، وادي كهربا اللي في عمق الملعب. بص ادي كهربا في المساحه بيطلب الكوره في المركز رقم 10، جيرالدو عمره ما هيقرب ناحيه الشمال خلاص. خلاص. قدام علي معلول، لان واضح ان هو بيعطل انطلاقه علي معلول. عايز تقول ايه من خلال التحليل ده؟ العنوان بتاعك ايه؟ لا انا بقول لك ان الاهلي بياكد انه خلاص اتقن الفكر بتاع موسيماني، النقل الكوره كتير، عدم التقايد بمراكز، بس هنا اخره هيدخل عمق الملعب، فضى مساحه لحمدي فتحي وخلق مساحه في الطرف اليمين لهاني. هنا قفشه دخل في العمق، حط انفراد ليه؟ اللي انا بكلمك عليه، ان الاهلي يجمع تمريرات تمريرات تمريرات، ثم عمل تمريره مفاجاه مره واحده يباغت بيها المنافس. هنا دي طبعا الجول اللي الاهلي عمل فيه 22 تمريره ومرت على ال 10 لعيبه بتوع الفريق، من اول اللعيبه كلها اشتركت في الجول، كل الفرقه الكوره مرت عليها. ده اللي انا قصدي عليه يا ابراهيم، ان الفرقه بتلعب تحركات من غير كوره، يعني الكوره هنا حتى مع صلاح محسن. العدد قليل بتاع الاهلي بس برضه هم قادرين ان هم يتواصلوا مع بعض بشكل مظبوط، يعني كهربا هو اللي مغير اتجاه اللعب وهو عند الخط بالظبط. خلاص، بص الكوره هتلف، علي معلول هيفرد، كهربا دخل في العمق، عدم التقايد بمراكز، مفيش حد هيفضل ثابت في مركزه، الاهلي بيحضر من جديد، هاني بيفرد الملعب، بيرجع بظهره للخط، بنزود بدر بانون، على طول ديانج لحمدي فتحي، مفيش يأس، اهدى علشان هنقعد نجمع تمريرات تمريرات تمريرات، ثم هنفاجئ الدفاع الفريق في المساحات وفي ظهر المدافعين بتمريره اللي حط مين دي براسه؟ شريف؟ شريف. شريف ثم كهربا اللي كان من اقل من دقيقه كان على خط الاوت هنا في الطرف الشمال.